أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أعزائي المشاهدين، لعلكم تتذكرون في منتصف أغسطس الماضي، تحديدا في 18 من أغسطس الماضي، حدث الاعتداء من قبل القوات الإسرائيلية على بعض الجنود والضباط المصريين على في الحدود الدولية بين مصر وفلسطين المحتلة. على إثر هذا الاعتداء استشهد 5 من الضباط والجنود المصريين. كان النقيب أحمد جلال محمد عبد القادر، نقيب الشرطة، كان أحد هؤلاء الشهداء. نحن الآن فريق الجزيرة مباشر مصر، أعزائي المشاهدين، في قرية الصلع التابعة لمركز سوهاج بمحافظة سوهاج، داخل منزل والد الشهيد أحمد جلال محمد عبد القادر، وهو الأستاذ الدكتور جلال محمد عبد القادر، أستاذ الطب بجامعة أسيوط، سوهاج لنتعرف سوهاج بجامعة سوهاج لنتعرف على ما حدث تحديدا والأمور التي أحاطت باستشهاد النقيب أحمد جلال محمد عبد القادر. أرحب مرة أخرى بالأستاذ الدكتور جلال محمد عبد القادر، أستاذ الطب بجامعة سوهاج. أهلا بك أهلا وسهلا بك، أهلا دكتور وسهلا. جلال. وكذلك معنا الحاج يوسف طه محمد، وهو ابن خال الشهيد أحمد جلال. أهلا وسهلا، أهلا بك حاج أهلا يوسف. وسهلا. أبدأ معك دكتور جلال، نعم تفضل. كيف استشهد ابنك النقيب أحمد جلال؟ حتى هذه اللحظة لم نعرف الملابسات التي كانت على العلامة 79 من الخط الدولي بين مصر وفلسطين المحتلة، ولكن في الصباح سمعنا أن عملية تسمى بإيلات قتل فيها بعض الإسرائيليين، وبعدين استشهد 2 من الجنود، ده أمر عادي. وبعد كده جه الساعة 3 اتصل بينا ابننا الشهيد أحمد جلال وقال لنا إن في معركة بتدور بيننا وبين العدو الصهيوني في الجانب الآخر، على اعتبار ظنا منهم أننا لنا دور في هذه العملية. فقمنا بإبلاغهم أن هذا الموضوع ليس لنا به أي علاقة. هو كان يحدثك على الهاتف كلمني ويصف لك بالتليفون، الموقف يعني. كلمني بالتليفون، وبعدين اشتغل الضرب من الجانب الآخر، فرد الجنود المصريين في العلامة عند العلامة 79 بقيادة الشهيد أحمد جلال. فهذه المعركة استمرت أكثر من 5 ساعات، بدأت من الساعة تقريبا الساعة 1 واستشهد ابني الساعة 6 قبل الإفطار بنصف ساعة. وبعدين حضرتك حدثتني قبل التسجيل مباشرة لأنه كان في مكالمة طويلة ما بينك وما بين الشهيد كان أحمد بيطمني، جلال. كان نعم. فكر ان انا سمعت يعني، فهو بيطمني بيقول لي اطمئن صحيح. قلت له الم تصاب؟ قال نعم، اصابه طفيفه جدا، واثنين من الجنود استشهدوا بي جنبي وكانوا بيدافعوا دفاع الابطال. وبعد كده قال لي هكلمك بعدين، لان كنت سامع من التليفون هزيز طائرات واصوات طلقات ناريه. وبعدين حاولت الاتصال به مره اخرى فلم يرد، ففسرت هذا على أساس أنه هو مشغول بنقل الشهداء من الجنود في مكان آخر، خوفا من اختطافهم من العدو الصهيوني إلى الحدود في فلسطين المحتلة، ويعني قلب الأمور على اعتبار أن الجنود المصريين هم يعني المعتدين. كان حاول بعض الجنود الاسرائيليين اختطاف لأن الجنود المصريين في المصابين سوابق، في أكثر من سابقة قبل للحدود كده، لما المصريه. بتحصل معركة زي كده يخطفوا الجثث في الجانب الصهيوني عشان يبينوا قدام العالم أن المصريين هم المعتدين. فابني تدارك هذا الأمر وأخذ الجثث وذهب بهم إلى مستشفى العريش، ورجع مرة أخرى إلى موقعه وكان يقاتلهم، ويعني قتال الأبطال وأبلى بلاء حسنا. ليس هذا لأنه ابني، ولكن أنه هو فعلا عنده الشجاعة والشهامة والإقدام، وبيفدي روحه في سبيل مصر وفي سبيل الجنود اللي هم ماتوا جنبه دلوقتي. كيف سمعتم بخبر الاستشهاد؟ يعني سمعنا يعني اطمأننا بعد ما كلمنا، قلنا ما فيش حاجة، وطمنا خالص. هو يعني قال اطمئن، يعني ما فيش غير خدش بسيط جدا جدا، وكان بيتكلم وهو يعني في حالة انفعال، وكان بيردد برضه الشهادتين وهو بيتكلم يعني. وبعدين قال المغرب أوان الإفطار، افطرنا وصلينا، وقال العشاء وافطرنا وصلينا العشاء والقيام.
وجت الساعة 10 كده تقريبا إلا ربع، جت مكالمة عندنا من زميل له، قال في التليفون الباقية في حياتكم النقيب أحمد جلال استشهد. ما صدقناش لأنه كان بيكلمنا يعني من ساعات قلائل. وبعدين النمر اللي اتكلم منها ما رفض يذكر اسمه، فالكاشف بتاع التليفون النمرة طلبنا تاني، رد علينا وأكد الخبر بعدها بعشر دقايق. طبعا البيت اتقلب بيه حاجة يعني فظيعة، والدته وأخته وأخواته وبتاع مش مصدقين يعني، لأن كان هيجينا وكان حاجز يجي على ياخد العيد عندنا. وبعدين دخل الباب استقبلنا اتنين من عمداء الشرطة، أمن مركزي، قطاع أمن مركزي أسيوط، بلغنا بالخبر الرسمي وأبدأ يعني تعاطفه معنا، وقال يعني أنا إحنا تحت أمركم في أي حاجة تطلبوها، جنازة عسكرية في القاهرة في أسيوط في سوهاج تحت أمركم. بلغته إن تكون يعني بعد نقله من العريش بالطائرة إلى مطار الماظة بالقاهرة ومن مطار الماظة إلى مطار أسيوط تكون الجنازة العسكرية في محافظة أسيوط التي ولد فيها وتعلم فيها حتى الثانوية العامة في مدارس حراء الإسلامية من الحضانة حتى الثانوية، ونقل الجثمان بعد ذلك هنا إلى قرية الصلعة. قرية الصلعة عن طريق البر، عربية إسعاف. والجنازة العسكرية تحركت من جامع مسجد جمال عبد الناصر أكبر مسجد في أسيوط، وفي شارع الجمهورية حتى منزله الذي يقوم فيه في أسيوط عمارة حشكل بأسيوط، ثم نقل بعد ذلك. في هذا الوقت أنا كنت في سوهاج أعد مقبرة خاصة لابني، وجات الجنازة من أسيوط إلى سوهاج وصلت حوالي الساعة 9، وكان يعني عشرات الألوف من القرية ومن القرى المجاورة حتى وصلوا عليه صلاة الجنازة بعد أن صلوا عليه في أسيوط. وفي ظاهر حصلت حاجة غريبة يعني مش لاقي لها تفسير، أثناء سير الجنازة العسكرية من مسجد ناصر غطى هذا الموكب بأنواع غريبة من الطيور البيضاء فوق الجنازة العسكرية، غطت السماء كلها بطيور بيضاء. وتكرر هذا المشهد في سوهاج برضو أثناء يعني في صباح اليوم التالي لدفنه، برضو طيور بيضاء جت على المقبرة، برضو آلاف الطيور تتراقص كأنها هي تعزف سيمفونية أو كأنها في حركة بهلوانية أو باليه كده، وشافتها جميع أهل القرية في 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 الصلعة وفي برضو في أسيوط في شارع الجمهورية اللي احنا كنا ساكنين فيه يعني أو ما زلنا ساكنين فيه. الحقيقة يعني أنا في غاية الأسف لأن بعيد عليك بعض الذكريات لعلها تكون مؤلمة بالنسبة لحضرتك يعني. أنا لم أراه ولكني سمعت عنها من جميع من زارني يعني وبلغني بهذا الخبر. حاج يوسف، لعلك كنت قريب من ابن خالك الشهيد أحمد جلال، يعني لو حديث يعني سريعا حدثنا عن صفاته وأخلاقه كيف كان. هو كان أخلاقه عالية ومهذب ويعني ومرح وخلوق وكل الناس بتحبه سواء في أسيوط أو في القرية في الصلعة هنا، كان يعني معروف بالأخلاق والحميدة ودايما يعني ليه يعني حاجات كثيرة صفات كويسة حميدة يعني. دكتور أحمد، اللي أنا عارفه وبعض المعلومات اللي عارفها الشيء أنه هو خدم في سيناء ما أقرب من 7 سنوات. وبالتالي كان من الممكن أن يتعرض لمثل هذا الحدث من قبلها بكثير على إثر الحوادث الكثيرة التي حدثت من اعتداءات من القوات الإسرائيلية على جنودنا وضباطنا على الحدود. ما حاولتش في يوم من الأيام تثني عن هذا العمل يعني يعني يترك هذا تحاول أن تنقله إلى مكان آخر بعيدا عن الأماكن الساخنة في سيناء؟ هي لم تكن ساخنة قبل ذلك، وبعدين حب هذا المكان كان بيحس بالروحانية، كان لما ينزل القاهرة يحس بالصداع وإيه والتلوث الضوئي والصوتي، فكان بينزل سينا بيحس إن هو مرتاح نفسيا جدا جدا، وكان يعشق هذا المكان لهدوءه ونقاء هوائه ويعني الحياة ما فيش زحمة ولا حاجة، كان بيحب هذا المكان حبا كثيرا يعني، وكان إيه ناوي يعني يكمل مدته ويتنقل. بس بقى كان منتظر يعني كان في احداث قبل كده تنذر بحاجات هتحصل في مصر، فحتى جميع زملائه ف
فضلوا أنهم يبقوا في سيناء بعيدا عن المخاطر، وقد كانت وحدثت، وكان ناوي بعد هذه الانتخابات مجلس الشعب والشورى اللي كان الفات قبل كده في العهد السابق 2010. بعد ما تخلص عارفين انها تحصل يعني حاجات فوق الوصف كانوا يتخيلوها ضباط الشرطه، فكلهم احجموا عن النقل لحين مرور هذه الفتره، وخاصه كانوا بينذروا ان جمال مبارك غير مقبول من الشعب، فتحصل حاجات كده، فهم تجنبا يعني ده كان الشعور اللي بيثور زملائه الضباط ان الانتخابات 2010 هتحصل فيها كارثه قياداته ففضلوا البقاء في سيناء لحين مرور هذه الفتره اللي هي فيها انتخابات رئيس الجمهوريه ومجلس الشعب والشورى، وخاصه جمال مبارك كان غير مقبول من الشعب، وكان كل الاخطاء بتيجي على راس الشرطه، جميع القرارات الخاطئه اللي بتصدر بتقع على عاتق الشرطه، فهو انتظروا لحين مرور هذه الفترة. نعم. ده كلام الصراحة. تابعت سير التحقيقات في هذا الموضوع في حادثة استشهاد ابنك وأربعة آخرين من أفراد الشرطة، يعني إلى أين وصلت التحقيقات؟ للأسف الشديد احنا آخر من يعلم، أسر الشهداء آخر من تعلم ماذا حدث، والتحقيقات هل من حقنا نعرفها ولا ما نعرفهاش، دي أسرار عسكرية الله أعلم. احنا تلقينا الخبر، ولا أنكر برضو القيادات الموجودة في سوهاج وأسيوط يعني تعاملوا معنا بكل عطف وبكل مودة، لكن على الجبهة لا نعرف ماذا جرى، آخر من يعلم. لماذا لم تحاولوا أن تتواصلوا مع مثلا المجلس الأعلى للقوات المسلحة تطالبون بمعرفة هل هناك تحقيقات من الأصل في سمعنا هذا الأمر؟ سمعنا أن إسرائيل يعني تعتذر، قالت هو اعترفت بالخطأ لكن لم تعتذر، وبعدين قالوا احنا قتلوا خطأ، وبعدين الحكومة المصرية بصراحة او المسؤولين ما اعرفش مين الحكومة المصرية، اذا كان المجلس الاعلى للقيادة القوات المسلحة او الوزارة او عصام شرف الى اخره، المهم ايه ما يعني داخلين في مواضيع اللخبطة اللي حاصلة في الثورة والثورة المضادة، ولا يعني اسمح لي دكتور، كنت تشعر ان المسؤولين في مصر ايا كانوا لم يتعاطوا بشيء من الجدية او بالمستوى المطلوب مع حدث استشهاد عدد من جنودنا وضباطنا على الحدود؟ ده اللي بيقلمني الموضوع كله، وانا بقول لحضرتك ان الشعب المصري والثوار بالذات هم قاموا بالنيابة عن الحكومة المصرية، عبروا عن شعورهم وتعاضدهم ورفع صور الشهيد في ميدان التحرير وحول السفارة الإسرائيلية واتصالات لا حصر لها، ويعني حتى اللي كانوا في بيأدوا العمرة برضو كانوا منفعلين أقصى الانفعال، لكن الحكومة الله أعلم يعني أنا مستغرب، يعني هو دلوقتي المنطقة اللي هي في سيناء مقسمة إلى أربع أجزاء، ألف وبه وجيم ودال. ألف قوات محدودة صحيح. وليس لنا مطار. جيم به حرس حدود صحيح. جيم قوات مدنية ممثلة في الشرطة. المنطقة دال مباشرة على الحدود المصرية، الحدود الدولية بيننا وبين فلسطين المحتلة، السلاح مباشر، الدبابات والمناورات والتدريبات والفرقعات قدام المصريين شايفونها بعينهم، وبعدين بيطلع منطاد كل نص ساعة يصور فوق لغاية قناة السويس وينزل تاني، أي تحركات بتيجي وحاجة كده، وإحنا يعني للأسف الشديد ما فيش، يعني دلوقتي بيقولوا إيه إن دلوقتي عندنا قوات في المنطقة ألف تكفي لصد العدو، طيب الأبنائهم بنضربوا أكتر من 5 ساعات هيتحركوا إمتى؟ الجيش كان مغلول الأيدي بسبب معاهدة السلام، الجيش هو الشعب المصري، هو أبناء الفلاحين والفقراء والعمال إلى آخره، لكن معاهدة كامب ديفيد أو معاهدة السلام سموها زي ما سموها، دي تسمى معاهدة العار، العار بالنسبة للمصريين، والثورة لم تكتمل إلا بإلغاء معاهدة السلام أو على الأقل إعادة النظر فيها. نعم. حاج طه، لو تتذكر معايا لحظة إنزال العلم الإسرائيلي من على مقر السفارة الإسرائيلية بالقرب من أو في محافظة الجيزة تحديدا، هل ده كان أبلغ رد من الشعب المصري على هذه الحادثة التي لم يرتقي فيها، حتى كما قال الدكتور والد الشهيد أحمد جلال أن المسؤولين لم يرتقوا فيها إلى المستوى المطلوب
فتحرك الشعب أو تحرك أفراد من الشعب وأنزلوا العلم الإسرائيلي، وعلى إثر ذلك وأحرقوه. الحادثة وأحرقوا، يعني سافر عاد السفير الإسرائيلي حتى هذه اللحظة إلى بلادي. ترى أن هذا كان تحرك طبيعي وتلقائي رد على أداء النظام؟ كان رد طبيعي أن الشعب يحرق العلم الإسرائيلي في السفارة الإسرائيلية ردا على التقاعس العدوان الصهيوني. يعني ده هو يعني من وجهة نظرك امتى يعود حق يعني الشهيد احمد وغيره من شهدائنا على الحدود وهم انكثر للحقيقه في السنوات القليله الماضيه، يعني امتى يعود الحق ليهم، حقهم وحق يعني اهدار دمائهم؟ ان شاء الله قريب، ان شاء الله باذن الله يعود الحق، يعني ان شاء الله باذن الله يعني. نعم دكتور أحمد، الحقيقة يعني قبل أن نبدأ التسجيل مع الدكتور أحمد والد الدكتور جلال والد الشهيد أحمد جلال عبد القادر نقيب الشرطة والذي استشهد في 18 أغسطس الماضي على الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة، أصر الدكتور جلال على أن تكون صورة جمال عبد الناصر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بجواري، أصر أن تظهر معه أثناء التسجيل. الحقيقة أنا ما سألتوش قبل التسجيل ليه سبب الإصرار، وأسألك دلوقتي ليه إصرارك أن صورة جمال عبد الناصر تظهر معنا أثناء التسجيل؟ جمال عبد الناصر بعتبره الشخصية الأعظم في تاريخ مصر المعاصر. نعم جمال عبد الناصر هو اللي كان بطل الثورة، وهو رجع الحقوق للفلاحين المعدمين والعمال واللي بنى مصر. جمال عبد الناصر في عهده كنا بنحس بالعزة والكرامة. في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني السيد إبراهيم حسب بطاقة العائلية، أنا ما أعرفش مبارك ده جت منين، محمد حسني ده اسم مركب، السيد إبراهيم في عهده كان التخاذل والتنطع والهوان، 30 سنة تخاذل وتنطع وهوان، 30 سنة تخاذل وتنطع وهوان. الفساد اللي ارتكب في عهد حسني مبارك يفوق الفساد اللي ارتكب في عهد المماليك 600 سنة، في عهد الاحتلال العثماني 200 سنة، في عهد أسرة محمد علي 148 سنة. كافة الفساد في أيام الرئيس المخلوق ترجح، كان مؤسسة اسمها مؤسسة الفساد، وبعدين النفوس المصرية تغيرت، عاوزين أجيال إصلاح النفوس الشعب المصري في عهد الرئيس المخلوق محمد حسني السيد إبراهيم. نعم شايف أن علاقات مصر مع إسرائيل رايحة لفين بعد الثورة؟ بعد الثورة وبعد استشهاد الخمسة على الحدود المصرية أقول أن إسرائيل قد أخطأت خطأ استراتيجي، لأن أنت دلوقتي بتتعاملي مع الشعب وليس مع شخص فرد وهو محمد حسني السيد. لأن دلوقتي يعني أنا حسب تقديري وقراءتي للأحداث سبب الضرب اللي اتضرب على الحدود المصرية واخترقوا الحدود بيدونا درس، بحيث لو حصل أي اختراق من أي جهة أنتم المسؤولين وعشان كده هتدفعوا الثمن. وفعلا ضربوا، كانت الطائرات الأباتشي بتضرب أي هدف متحرك عشان كأن بتحملنا المسؤولية عن عملية إيلات، فإحنا كأننا حراس لأمن إسرائيل على الحدود المصرية. وأنا أعرف برضو من كلام ابني الله يرحمه كانت المهام بيكرروها يوميا في الطابور، نمرة 1 ممارسة السيادة على الأراضي المصرية، نمرة 2 الحد من التهريب، نمرة 3 الحد من التسلل، نمرة 4 مراقبة الحدود في الجانب الآخر، نمرة 5 تعطيل هجوم العدو لمدة 7 دقائق. طب مرت 5 ساعات مش 7 دقائق، ايه اللي انتوا عملتوه؟ ولا حاجة، بسبب معاهدة العار. انت شايف ان المعاهدة دي يجب الا تستمر، يجب الا تستمر وبعدين اسرائيل يعني عملت تيست او اختبار بتشوف رد الفعل ايه بالنسبة للمصريين، ما قلتش حاجة برضه، هتكرر نفس الحكاية. لم تعتذر بالرغم اعترفت ان كان قتل خطأ، واخترقت الحدود المصرية لعدة كيلومترات في الطائرات الأباتشي كانت بتجوب، ألم يعد هذا نقضا لمعاهدة السلام؟ ألم تنتهز هذه الفرصة لإعادة النظر في معاهدة السلام؟ ده شيء يدعو إلى الأسف الشديد دكتور جدا. دكتور أحمد دكتور جلال، دكتور جلال، الرفض المتنامي والمتزايد من قبل الشعب المصري لهذه الاتفاقية للعلاقات ما بين مصر وإسرائيل،
هل تراه يؤخذ في حسبان الأنظمة القادمة أو النظام القادم بعدما تجرى انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة؟ بدون شك لم يكن يعني هناك كلها اعتبار، لم يكن هناك أي تطبيع بين الشعب المصري مع إسرائيل، التطبيع مع المسؤولين واللصوص من رجال الأعمال المصريين. الشعب المصري الأصيل النقي لم يعترف يوما بإسرائيل، ولا يمكن أن تكون صديقة في أي يوم من الأيام، لأن بقاء يعني وجود إسرائيل حسب التاريخ زائل 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 مهما وقفت معها أمريكا. وبعدين ناخد مثل قريب جدا، البطل المجاهد الشريف حسن نصر الله في حرب لبنان كان رئيس المخلوع بيقول مقامرة غير محسوبة، مع أن عدة آلاف أزاقوا إسرائيل الهوان وأكثر من 30 يوم وهم تحت الملاجئ، وطالهم بالصواريخ في جميع الأماكن، وهزم إسرائيل ومن وراها أمريكا، وده أكبر قدوة. إنما هذا التخاذل ده شيء مرفوض مرفوض مرفوض، والشعب المصري يضحي مستعد يضحي بأي حاجة في سبيل الحرية والكرامة والشرف. وجمال عبد الناصر عنوان للحرية والعزة والكرامة. حاج يوسف، يمكن نفس السؤال لحضرتك، انت شايف ان احنا او جزء من الشعب المصري اللي رافض لعلاقات سويه ما بين مصر واسرائيل، من الممكن ان يكون ليه راي مؤثر عند الحكومات القادمه في مصر، عند النظام القادم في مصر، ويؤخذ في الاعتبار؟ طبعا يعني الشعب اختار الحكومه والعلاقات بقت الافضل والاحسن، فكله لازم الشعب اللي هو اللي اختار الحكومه، ويعني اهم شيء الشعب يعني بيختار الحكومه، وان شاء الله يعني تبقى العلاقات كويسه باذن الله في المستقبل. نعم. ان شاء الله. دكتور جلال، الحقيقه انا يعني عايز نذهب الى الشان المشهد الحالي في مصر. نحن في قلب الصعيد تحديدا. نعم. كما ذكرت لسيادتكم اعزائي المشاهدين، نحن هنا في بيت الدكتور جلال في قريه تعرف بقريه الصلعه تابعه لمركز سوهاج في محافظه سوهاج. تكثر في الفتره الاخيره مسائل، يعني مشاكل تقع ما بين المسلمين والمسيحيين، البعض يتحدث عن فتنه طائفيه خصوصا بناء الكنائس وما الى ذلك. حضرتك حدثتني قبل ما نبدا تسجيل ان جندي عبد الملاك اعتقد وهو جندي مصري استشهد ايضا. نعم. ضمن الخمسه الذين استشهدوا. نعم. على الحدود، وكان يعني كان الموت لا يفرق في لحظات بين المصري المسلم والمصري القبطي. نعم. نحن في قريه الصلعه لا فرق بين قبطي ومسلم، بناكل مع بعض وبنشرب مع بعض وكلنا متعاونين. الظاهره دي طرأت علينا حديثا لم تحدث من قبل. الفتنة الطائفية بدأت في عهد الرئيس محمد أنور السادات، عندما استعان بالجماعات الإسلامية لضرب الجماعات اليسارية في جامعة أسيوط، وبعد ما قضي على الجماعات اليسارية استخدمهم مع المخابرات الأمريكية لضرب الاتحاد السوفيتي عندما احتل أفغانستان. انتهت وسقط الاتحاد السوفيتي، فبدأت الجماعة الراجعين الأفغان الراجعين يمارسوا نشاطهم، وشافوا ان البلد برضه عايزه شيء من الاصلاحات. وبعدين توفى الرئيس محمد انور السادات، وتركنا في فم الفتنه الطائفيه التي بدات في عهده، وتركنا في فم العدو الامريكي الذي قال عنه ان 99% من اوراق الحل في يد امريكا. طب ما انت ايه لزومك ما دام 99%؟ ده انت ربنا، هي امريكا ربنا عشان نخلي 99% من اوراق الحل؟ امال انت لزومك ايه عشان تخلي توكل امريكا في كل حاجه؟ ومن هنا عين محمد انور السادات الرئيس محمد حسني مبارك، الذي يعرف انه بعيد عن السياسه وبعيد عن كل شيء الا بزراير الطائرات، ويقال انه صاحب الضربه الجويه التي فتحت باب النصر في حرب اكتوبر المجيده، ربان السفينه، ما اعرفش صمام الامان، حكيم العرب. حكيم العرب كان عمرو بن العاص وعثمان بن وبتاع ده معاويه بن ابي سفيان وشعب المغيره بن شعبه وزياد بن ابيه. خلوا بقى محمد حسني مبارك حكيم العرب. حكيم العرب ازاي وهو نهب مصر وسرق مصر كلها بالزبانيه اللي حواليه؟ دول بقى اللي خلوا عليه هذه الصفات هم اللي دلوقتي خلف الاسوار، كل واحد منهم نعتبره هامان. فاول ما جاء في بدايته، انا عندي تسجيل اول خطاب محمد حسني السيد ابراهيم، قال لك اتكلم عن طهاره اليد، الشفافيه، الكفن ملوش جيوب،
هنرجع لأيام زمان صنع في مصر، حصل العكس على طول. بس مصر أصبحت مرتع للإغراق وخاصة من الصين، ثم مركز للتوكيلات والتركيبات، وانتهت الصناعة المصرية. نادم ان ابنك في يوم من الايام التحق بكلية الشرطة على الاطلاق. مصر ابني شرف بلده وشرف مصر والعالم العربي كله، وانا يعني بهذه الشهادة يعني يكفي شرف الشهادة ويكفي انه عند الصديقين والنبيين. لفت نظري وانا داخل لقرية الصلاة صورة كبيرة للشهيد. نعم، اهالي أحمد القرية جلال مقدمة، واضح من اهداء من شباب واهالي القرية. اقول لحضرتك الشباب في كل مكان هم ايه عصب الحياه في مصر. الجماعه الكبار اللي في السن دول عايشين حياه ليس في الامكان ابدع من مكان. كل جمال عبد الناصر قام بالثوره كان سنه 30 سنه، امم قناه السويس كان سنه 36 سنه، وبنى السد العالي. انا اطالب بان الشباب هو اللي بيحكم مصر وليس العواجيز اللي هم قاعدين بس عايزين يقضوا حياتهم في 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 سكون ودعه. يعني المشهد الحالي، المشهد السياسي، الشباب عنده احساس، الشباب عنده احساس باللي بيحصل. اول مره يزور الشباب وتطلع حوالي اكثر من 25,000 اول ما سمعوا بالميكروفون الجامع باستشهاد ابني، خرجت البلد عن بكره ابيها في تشييع الشهيد. ودي موجوده في الـ في الـ في القنوات كلها واتصورت كلها. يعني الشعب المصري حاسس بكل حاجه. قبل كده لو استشهد ابني في عهد الرئيس المخلوع مش كنا هنسمع حاجه، هيحصل تعتيم وكان هيسلمونا الجثمان في الظلام، ولو احنا كنا اتكلمنا واحتجينا هيلبسوا تهمه يقولوا دي جات رصاصه طائشه من المهربين ما اعرفش ايه. لكن في عهد الثوره وفي عهد النور انكشفت الحقيقه، وليس ابني اول الشهداء، سبقوه عشرات الشهداء ولم يذكرهم احد. رساله توصلها اخيرا الى المسؤولين في مصر كي يتحركوا بشكل جدي لعودة حقوق هؤلاء الذين استشهدوا على الحدود بين مصر وفلسطين. مراجعة معاهدة السلام، وإذا أدت إلى إلغائها، هل معنى إلغاء معاهدة السلام يعني إسرائيل هتدخل سينا كده بتجري بتاكس كده على طول؟ أمال الجيش فين؟ كل ما نتكلم نقول لك إيه الأمن المصري القومي خط أحمر، ما أعرفش عندنا قوات درع مش عارف إيه. يعني 67 مش مقياس، دي حاجة وانتهت. حاليا الجيش بتاعنا المصري الأصيل من أبناء الشعب قادر على احتلال إسرائيل كلها وطردها، وفلسطين هترجع مهما كان طال الوقت طالما الشباب المؤمن موجود في مصر والعالم العربي. شكرا جزيلا الدكتور جلال محمد عبد القادر، الأستاذ بكلية الطب جامعة سوهاج، ووالد الشهيد نقيب شرطة أحمد جلال محمد عبد القادر. لك كلمة أخيرة، أشعر أنك لك كلمة. ابني نقيب شرطة، نعم، استشهد على الحدود. هذا يشرف شرف كبير لأبناء الشرطة التي أصابها ما أصابها بعد الثورة. فيجب أن تنتهز الشرطة هذه الفرصة وتستغل استشهاد ابن من أبنائها في 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 ميدان القتال على 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 الحافة مع إسرائيل. هذا الشيء يعني وجهه إلى الشرطة لكي تستعيد مكانتها بعد أن اهتزت بعض الشيء ما قبل وبعد الثورة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور جلال محمد عبد القادر، أستاذ الطب بجامعة سوهاج، ووالد الشهيد نقيب شرطة أحمد جلال محمد عبد القادر، والذي استشهد أعزائي المشاهدين على الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة في 18 من أغسطس الماضي على أيدي القوات الإسرائيلية. كذلك أشكر الحاج يوسف طه محمد ابن خال الشهيد أحمد جلال. أشكركم شكرا جزيلا وشرفتونا وأنستونا. نعم، كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم لهذه الحلقة وهذا الحوار. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.